اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04 1 3035 91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 2015. العربيه فابريكه بره وجوه بدون جرام مويه واحد. العربيه الموتور محلش مسمار. العربيه الات الجر كلها سليمه. العربيه فيها عداد شرعي 170 الف كيلو فقط. العربيه مرور قطور غربيه. العربيه جديده خالص. العربيه مش عايزه جنيه مصروف. صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالعربية. الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الاثنين الموافق 11/4/2022، يعني لو الفيديو مر عليه أكتر من أسبوع ياريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لأنه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015 هيكون على رقم 0100-130-40-36. الرقم مرة تانية 0100-130-40-36. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.